في منتدى الإعلام الإماراتي. فخورة جدا بما وصل إليه الإعلام الإماراتي من مواكبة هذا التطور الذي يحدث في الإعلام. النقطة المهمة اللي إحنا نبغى نفكر فيها في إعلامنا هي كيف أن نفكر بما يطلبه أو شو اللي بيستقطب الجمهور. المحتوى يجب أن يكون محتوى يلبي احتياجات الجمهور، أيضا تكون هناك دراسة وتحليلات. وأيضا أحب أركز على نقطة مهمة جدا، دولة الإمارات أيضا مهتمة كثيرا بالشباب والأطفال، فمحتوى الطفل يجب أن يكون أيضا محتوى مدروس، محتوى يقيم أيضا من الطفل نفسه وأيضا بالشراكة مع المؤسسات التعليمية ووزارة التعليم. اليوم المنطقة تمر يعني تحديات كبيرة، وعلى الإعلام الإماراتي أن يكون قادر ومسؤول عن التصدي لأي تحدي يواجهه أو تواجه دولة الإمارات. اليوم دور الإعلام ليس فقط حماية دولة الإمارات، ولكن حماية الشعب بالتثقيف، بالوعي، بتعزيز التلاحم، بتعزيز الترابط بين شعب دولة الإمارات. واجب على الإعلام الإماراتي أن لا تكون فقط الإمارات خط أحمر، ولكن أن يكون الإمارات والقيادة والشعب كله في دولة الإمارات يجب أن يكون خط أحمر. الإعلام الإماراتي يعكس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات العربية المتحدة صورة مشرقة ومشرفة للعالم العربي. كما تفضلت معالي نورة الكعبي في كلمتها، المحتوى هو الأساس، ولذلك لابد من وجود تركيز كبير جدا على المحتوى في الفترة القادمة لكي يستطيع الإعلام الإماراتي أن يعكس فعلا أن الإمارات خط أحمر. الإعلام الإماراتي في الآونة الأخيرة تبنى سياسة الصدق وسياسة كشف الكذب وإبراز الحقائق بالأدلة. أنا ما أبغي أتكلم عن كثير من الأمور أو المغالطات اللي صارت في الإعلام الخارجي والإعلام المضاد، لكنها تحتوي على كم كبير من الكذب والتزييف. كان دورنا في الإعلام المحلي الرد على هذه الأكذوبات كلها وطرح الحقيقة بشكل واضح للناس حتى تفهم الناس شو اللي صاير بالضبط. لهذا أنا أدعي الشباب وحتى بقية مستخدمي التواصل الاجتماعي كافة أنواعها الحذر من قضية النسخ واللصق، لأنها هي أخطر أنواعها وقد تجرمك في نوعا ما نظرا لقوة القوانين الموجودة في دولة الإمارات، فهي قد تجرمك فيها، ولهذا يجب الحذر وقراءة والتأكد من مصداقية هذا الخبر. الصحافة الإماراتية خاضت أنا أقول حرب، صراحة حرب إعلامي أعلى المستويات، وفعلا كان يعني نتج عنه أن كان صحافتنا متوحدة. يمكن أنا أحب أن أقول هذه مثل ما هو البيت متوحد في دولة الإمارات. هناك دروس نتعلمها من هذه التجربة، كيف نطور من آلياتنا، كيف نطور من إمكانياتنا، كيف أن نحن ما نكون بس مجرد في ردة فعل، لا، يكون عندنا خطط واستراتيجيات واضحة المعالم، حتى لأن اليوم المنطقة تمر بظروف صعبة كثيرة. الحمد لله قدرنا كصحافة أن نواجه ما كل إعلام مفبرك ومضلل، وإن شاء الله نتعلم من هذه الدروس بشكل جيد. ما يحدث الآن في الإعلام الإماراتي كما تفضل معالي الدكتور سلطان الجابر أنه كانت هناك مرحلة في العامين الماضيين صعبة على الجميع. استطاع الإعلام الإماراتي أن يرسخ الثوابت الوطنية القومية العربية التي أرساها الوالد المؤسس سمو الشيخ زايد رحمة الله عليه، وكما تفضل سمو الشيخ سلطان القاسمي في كلمته، الإعلام عبارة عن كلمة، الإعلام عبارة عن إحساس. مهمة كل الإعلاميين كما وضحها هذا المنتدى، نقوم بدفعة جديدة لتخريج عناصر قوية في الإعلام الإماراتي من الشباب الجدد، وأيضا خلق محتوى
يدعم توجه الدولة. شباب دولة الإمارات عليهم مسؤولية كبيرة في ترجمة رؤية القيادة في دولة الإمارات إلى مبادرات إعلامية ورسالة إعلامية حقيقة، ليس فقط موجهة للجمهور المحلي بل للجمهور العربي والعالمي. نحن نحتاج إلى نشر قيم دولة الإمارات المبنية على الحب والتسامح والتعايش مع الآخرين وحب الوطن إلى الآخرين بطريقة إبداعية تواكب فعلا متطورات العصر. أنت أخوي تعرف أن الإعلام تغير قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، اليوم نحن نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، نتكلم عن وسائل حتى متطورة في نقل الرسالة الإعلامية. كيف سيستطيع شباب الإمارات مواكبة هذا التطور ونشر رسالة دولة الإمارات للعالم؟ الإعلام يمثل الإنسان، والإنسان الإماراتي عندما يعكس صورته المشرفة فيمكن أن نقول أن الإعلام أدى دوره بصورته الحقيقية.